طيب نبدأ. السلام عليكم يا جماعة، النهاردة بإذن الله هتكون المحاضرة الثالثة. درس النهاردة هيكون عن الـ Digitizing والـ Editing. تمام كده، زي ما اتفقنا في المحاضرات اللي قبل كده ان احنا عندنا اكتر من مرحلة لمشاريع الـ GIS. قلنا ان احنا بنبدأ بمرحلة ان احنا بنجيب السورس بتاع المشروع، او ان احنا بنجيب الصوره الفضائيه او السكان ماب. تمام، وبعد كده تاني مرحله ان احنا بنعمل ارجاع جغرافي او جيو ريفرنس، وتالت مرحله كرييت الجيو داتا بيز، ودي اللي احنا اشتغلنا بيها المره اللي فاتت. رابع مرحله هي مرحله الديجيتايزنج، او بالدارج بنسميها الرسم يعني، بس هو مش المفروض ان احنا نقول رسم، هو المفروض ان احنا نقول ديجيتايزنج، لان احنا يعني الترجمه يعني الشف، احنا بنشف من الصوره الفضائيه او بنشف من الاسكان ماب. تمام، طيب المرحله دي الشغل فيها كله بيكون من خلال انترفيس الارك ماب فقط لا غير. احنا اتفقنا ان الارك كاتالوج هو مخصص لكرييت الجيو داتابيز، الارك ماب هو المختص بالديجيتايزنج والايديتنج بالكامل. ولذلك هنفتح مع بعض برنامج الارك ماب. طبعا المفروض انا كنت يعني منسقه مع المهندس، اديت له نسخه من الصوره اللي احنا هنشتغل بيها دي، بس طبعا الصوره مش كامله لان هي حجمها كبير جدا. فاحنا يعني انا يعني حاولت ان انا اقص منها جزء تقريبا، الجزء ده عشان نجرب نرسم فيه يعني. طبعا الكم مش مشكله، المهم ان احنا بس نلاقي حاجه نعمل عليها التمرين، واللي عايز يزود بقى بعد كده يعني يرسم في منطقة أكبر عنده الأوبشن بتاع أد بيز ماب دوت، ممكن ينزل منه الصورة الفضائية الموجودة أو الإيمجري ويبتدي يشتغل، بس يعني يبقى عارف إن الجهاز هيتقل شوية وإن هو لازم يبقى معاه نت وهو شغال. أوكي، طيب إحنا دلوقتي فتحنا برنامج الأرك ماب وعملنا أد للصورة الفضائية، وبعدين هنعمل اد لللايرز الموجوده في الداتابيز اللي احنا كنا اشتغلنا او عملنا لها كرييشن المره اللي فاتت. هنشتغل على نفس السورس اللي احنا اشتغلنا عليه قبل كده او اللي احنا كريتناه مع بعض. تمام، احنا عملنا مع بعض تيست كايرو، هي دي الداتابيز اللي احنا انشاناها مع بعض المره اللي فاتت. هنفتح الداتا سيت وهنبتدي نعمل سيلكت على كل اللايرز اللي احنا انشاناها، وبعدين نعمل اد. اوكي، طيب لغايه كده لو انا عايز اعمل سيف للصوره وللاير اللي احنا عملنا لها اد، يبقى انا هعمل سيف للام اكس دي. يبقى الام اكس دي هيحفظ ايه؟ هيحفظ معايا ان احنا معانا ملف ونزلنا فيه الصوره الفضائيه ونزلنا فيه اللايرز اللي احنا هنشتغل عليها. خلاص، ونعمل له سيف، نسميه تيست برضه كده. كده بقى معايا ام اكس دي اسمه تيست. اوكي، طيب احنا المره دي هنعمل ايه؟ المره دي هنعمل ديجيتايزنج. طيب طالما احنا عملنا ديجيتايزنج لازم نعمل ايه؟ لازم الاول نبتدي بايه؟ الاول لازم نعمل حاجه اسمها ستارت اديتنج. خلاص، يبقى كل الادوات المختصه بالرسم او بالديجيتايزنج اللي هي موجوده في الاغلب معظمها يعني موجوده في التول بار ده، مش هيحصل لها اكتيفيشن غير لما نبتدي نعمل ستارت اديتنج. ما ننساش الخطوه دي عشان مهمه جدا. فهنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ستارت اديتنج. طب لما عملنا ستارت اديتنج هنلاقي كده معظم الادوات ابتدت تبقى اكتيف جاهزه ان احنا نشتغل بيها. عشان ارسم في اللايرز دي على الصوره الفضائيه دي لازم نبقى عارفين كده يعني بعض القواعد. الاول مش مهم خالص ابدا بترتيب انهي لاير، يعني مش مهم، السوفت وير ما عندوش مشكله ان انا ابدا ديجيتايزنج في اي لاير، مش مهم الترتيب خالص. لكن بالنسبه للكيس اللي قدامنا دي يفضل طبعا ان انا ابدا، او يعني بنسبه كبيره الاصح طبعا ان انا ابدا بالرسم بتاع الشوارع. خلاص، دايما ابدا باللاينز الاول، وخصوصا ان في الحاله دي ان الشوارع هي اللي هتحجم المنطقه بتاعتي. يعني انا بعد ما برسم الشارع بناء عليه هيبتدي الكيرفات بتاعت الشارع هي اللي هتتحكم في شكل الكيرف بتاع البارسل او قطع الاراضي. فالمفروض طبعا ان انا ابدا الاول بالشوارع. خلاص، طيب وانا ببدا في الرسم في الشوارع المفروض ان انا ابدا الاول بالشوارع الرئيسيه، ما ينفعش ان انا ابدا بالشوارع الفرعيه وبعدين ارسم الشارع الرئيسي. لا، الاول ابدا بالشوارع الرئيسيه الاول
اخلصها كلها وبعدين ابدا بالشوارع الفرعيه. دي اول قاعده. تاني قاعده، لما ابدا في شارع احاول اخلصه من اوله، يعني ابتدي فيه من اوله لغايه اخره. يعني انا وانا ماشي في الشارع مش كل ما هشوف شارع جانبي هقعد ادخل فيه وبعدين اعمل يمين وبعدين اطلع تاني فوق وبعدين امشي شمال وهكذا، لا مش ده اللي المفروض يحصل. انا باخد الشارع كده من اوله لاخره اخلصه، بعد ما اخلصه ابدا في الشارع التاني. تمام، خلاص. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا اد لللايرز بتاعتنا وبعدين واد للصوره الفضائيه وبعدين عملنا ستارت اديتنج. هبتدي اغير بس في السيمبولوجي كده، بحيث ان الدنيا تبقى اوضح شويه. خلي الرود مثلا بسيمبل ده، وبعدين افتح من الجنب هنا تاب اسمها كرييت فيتشرز. كرييت فيتشرز دي بتعمل ايه؟ هي اللي من خلالها بقدر اتارجت اللير اللي انا هشتغل فيها. يعني ايه الكلام ده؟ التول بتاعت الديجيتايزنج واحده، يعني هي اللي بترسم لاين، هي اللي بترسم بوليجون، هي اللي بترسم بوينت. طيب السوفت وير هيعرف ازاي انا هرسم لاين او بوينت او بوليجون؟ هيعرف من خلال التارجت اللي انا بشاور عليه من هنا. يعني انا لما اعمل سيلكت على الرود هيفهم ان انا بعمل ان انا هرسم لاين، فلو عملت كده ديجيتايزنج هيبتدي ان هو يرسم لاين. اول ما اعمل سيلكت على البيلدينج هيفهم لوحده ان انا برسم بوليجون، وهيبتدي يديني الشكل المغلق. اول ما اعمل كليك على لاند مارك هيبتدي الواحد يفهم ان انا همج لبوينت. تمام، طب هو عارف الكلام ده منين؟ بناء على ان احنا واحنا بننشئ اللاير دي في الداتابيس كنا اخترنا ان التايب بتاعها لاين او بوينت او فوليوم. تمام كده، دي تاني نقطة هنبتدي نتكلم عنها. طيب احنا ممكن نبدأ الاول بالخط ده. الخط ده عبارة عن خط سكة حديد. طب انا عرفت منين ان هو خط سكه حديد؟ هو باين طبعا القضبان بتاعه القطر، وادي الجزء المعدن عامل انعكاس مع الشمس، ودي المحطه بتاعه القطر. فطبعا طبعا هي باينه كده بنسبه كبيره ان هي دي ريل واي مش شارع. وطبعا التاكيد النهائي زي ما اتفقنا بيكون للمساح او الشخص بتاع السيرفي اللي هو بينزل الفيلم. واتفقنا قبل كده ان المشاريع اللي من النوع ده لازم بيبقى مع الجي اس قسم تاني او اشخاص تانية هم اللي بينزلوا فيلد، هم اللي بيجيبوا كل البيانات اللي هتدخل في الاتريبيوت تيم. تمام، طبعا هو الخط اللي قدامنا ده هو ريال واي مش شارع طبعا. فهنبتدي ناخده كده من اوله ونسكنه في اللير بتاعت الريال واي. فعامل عليها كليك ليه؟ عشان السوفت وير يفهم ان انا الخط اللي برسمه ده دلوقتي هيتسكن في الايه، في الريال واي. ابتدي بس اديها هي كمان سيمبولجي. وابتدي ارسم. طيب ايه الزوم اللي المفروض المناسب ان انا هبتدي ارسم بيه؟ الزوم ده الى حد ما مناسب جدا. طيب لا يفضل ان انا اعمل زوم ان جامد كده، طبعا ما بقيناش شايفين العرض او المساحه بتاعت الشارع وما بقيناش شايفين يعتبر اي حاجه، ولا انا اعمل زوم اوت كده بحيث ان انا ما بقاش دقيق في شغلي او ما بقاش برسم في السنتر لاين. يعني ولا كده ولا كده. ايه الزوم المناسب؟ الزوم المناسب حاجه باللقطه دي كده، ده كده انسب زوم ان انا ممكن ارسم فيه. وابتدي تارجت اللي الريال واي. تمام، طيب انا كده حطيت فيرتكس اللي احنا بنحطها دلوقتي، دي ما اسمهاش نقطة، ما اسمهاش بوينت، دي اسمها فيرتكس. الجزء اللي بيشكل الخط اوكي اسمه فيرتكس. مش انا كده ما اسميش بحط بوينت، انا كده بحط ايه؟ فيرتكس. حطيت اول فيرتكس. طيب من هنا لهنا احنا شايفين في الصورة الفضائية ان الدنيا شغالة بخط مستقيم، فما فيش داعي خالص ان انا ازود عدد الفيرتكس اللي هحطها في المسافة من هنا لهنا. لو انا من الحته دي للحته دي شايف ان انا محافظ على السنتر لاين اوكي اخدها كلها مره واحده، ما فيش اي مشكله خالص. حطيت تاني فيرتكس، اخد الاداه بتاعت البان واعمل ازاحه للصوره اوكي، وارجع تاني اعمل تارجت للريال واي عشان يبتدي تاني يديني التول بتاعت الرسم، وبعدين احط الفيرتكس اللي بعدها. طيب ايه الحل الاسهل من كده؟ الحل الاسهل من كده ان انا عندي في الكيبورد الزد والاكس والسي، الزراير بتاعت الزد والاكس والسي دول بيتحكموا
اعملي زوم ان وزوم اوت وباين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي ماسكين التول بتاعت الرسم، مجرد ما احط ايدي على الزر خلاص التول اتحولت ان هي بتعمل زوم ان. طيب دوست على الاكس بقت بتعمل زوم اوت، شلت ايدي من على الاكس رجعت ترسم تاني. طيب حطيت ايدي على السي بقت بتعمل بان، اوكي شلت ايدي رجعت التول تاني تعمل رسم. خلاص كده طبعا وانت بترسم بيبقى مطلوب منك السرعة، مطلوب منك انجاز في الشغل وكمية في الشغل طبعا. فطبعا لو ابتديت ان انت تشتغل بطريقة ان انت هتحط فيرتكس وبعدين تروح على التول بتاعت البان عشان تعمل بان وبعدين ترجع تاني تمسك الرود عشان تحط فيرتكس تانية، هتاخد منك وقت ومجهود كبير جدا. فالاحسن انك تبتدي تتدرب ان انت تشغل ايدك الاثنين. يعني ايه؟ انا ايدي اليمين هي اللي ماسكه الماوس وهي اللي بتعمل ديجيتايزنج، ايدي الشمال صوابعي الثلاثه موجودين على الزد والاكس والسي استعدادا ان انا اعمل ايه؟ بالتناوب ما بين ايدي اليمين تحط فيرتكس، ايدي الشمال تعمل بان. اوكي طيب تعالوا نجرب كده. انا كده هتعامل مع الكيبورد، خلاص كده انا كده حطيت فيرتكس، ايدي على السي عملت بان. شايفين الحياة بقت اسهل ازاي؟ تمام هقفل الخط مؤقتا. اوكي نعيد الحتة دي تاني عشان اللي ما خدش باله. انا بعمل زوم ان وزوم اوت من الكيبورد دلوقتي عشان الناس اللي مش واخده بالها. هبتدي ارسم الخط تاني، حطينا الفيرتكس فيرتكس تانية، طول ما انا ماشي خط مستقيم اخد منطقة كبيرة معايا في نفس الفيرتكس مفيش اي مشكلة. اوكي لغاية اما جيت هنا ابتديت احس ان الخط بتاعي بقى كيرف شوية، فمش صح ان انا ابدأ يعني او افضل اشتغل بنفس التول بتاعت اللي بتعمل ستريت لاين. تمام عندي اوبشن تاني حاجة اسمها انت بوينت ارك سيجمنت، دي بتعمل ايه؟ دي بنقول عليها الارك يعني بيرسم الخط منحني. فابتدي استخدم التول دي. طيب التول دي بتعمل ايه؟ بترسم زي شكل قوس كده. فاحنا دلوقتي واقفين عند كأننا واقفين عند بداية القوس وكأني انا هنا واقف عند نهاية القوس، فحط الفيرتكس بتاعتي هنا وبعدين في النص هو اللي هحكم درجة التقوس المطلوبة. طب انا بحكمها بناء على ايه؟ بناء على ان انا سنتر لاين مع الصورة. احنا هدفنا ان احنا نبقى سنتر لاين على الصورة. اوكي وابتدي احط النقطة الوهمية بتاعتي اللي في النص اللي هي بتعمل ايه؟ هي بس بتحدد درجة التقوس، لكن هي فعليا ما حطتش فيرتكس هنا. وبعدين اعمل بان. اوكي لسه الخط منحني يبقى انا لسه ماسك الطول بتاعت الارض. تمام عملت القوس بتاعي كده، لسه الخط منحني دوست الفيرتكس كده. طيب اول ما حسيت ان الخط بتاعي رجع تاني شكل مستقيم يبقى مش صح ان انا افضل مكمل بالطول بتاعت الارك. ارجع تاني ازاي؟ ارجع تاني للطول اللي جنبها اللي هي اسمها ستريت سيجمنت، او اعمل تارجت على رود تاني فهو الديفولت بتاعه بيروح على الستريت سيجمنت. يعني يا اما اعمل كده يا اما ارجع تاني اعمل كليك على اللير بتاعت الرود فهو اوريدي هيروح يمسك الطول بتاعت الستريت. اوكي وهبتدي احط الفيرتكس بتاعتي كده. واكمل بالخط هنا لغاية لما الصورة تخلص معايا. فهعمل ايه؟ هعمل فينيش سكتش. فينيش سكتش دي بتيجي ازاي؟ بتيجي من دبل كليك. يبقى ومن ولا عند النقطة اللي قبل الأخيرة هقرر النقطة الجاية دي هتبقى مش كليك واحدة، لا دي هتبقى دبل كليك. تمام كده؟ طيب نعمل الخط تاني مع بعض عشان الناس اللي ما خدتش بالها، انا عملت له ديليت اهو. وهنبتدي ناخد الخط تاني من الاول خالص. احنا عملنا ايه؟ فتحنا برنامج الارك ماب. اكيد ليه فتحنا الارك ماب؟ لان احنا دلوقتي التاسك بتاعنا ان احنا نعمل ديجيتايزنج، والبرنامج الوحيد اللي بيعمل ديجيتايزنج هو برنامج الارك ماب او انترفيس الارك ماب. خلاص فتحنا الارك ماب، مطلوب مننا نعمل ايه؟ نعمل اد داتا للساتلايت ايمج ونعمل اد داتا لكل اللير اللي احنا عايزين نعمل فيها ديجيتايزنج. تمام يبقى عملنا اد للصوره وعملنا اد لللير اللي احنا انشاناها مع بعض المره اللي فاتت. خلاص وبعدين رحنا عملنا ستارت اديتنج
وبعدين فتحنا من هنا، محدش ينسى، فتحنا التاب بتاعت الكرييت فيتشر اللي هي دي، وبعدين عملنا التارجت بتاعنا رود. ليه؟ عشان يفهم ان اللاين اللي برسمه دلوقتي، سوري، انا المفروض ابقى على الريل واي. اوكي، فعملت التارجت بتاعي ريل واي. معلش سوري، انا غالبا من اول محاضره كنت بقول رود. لا، احنا اتفقنا ان الخط ده عباره عن خط سكه حديد، فانا المفروض بسكنه في اللاير بتاعت الريل واي. اوكي، فعملت التارجت بتاعي ريل واي، وبعدين ابتديت ارسم الخط، وبعدين عملنا زوم للصورة عشان يبقى الزوم ده مناسب ان انا ارسم عليه بدقة. حطيت اول فيرتكس وتاني فيرتكس، وبعدين ابتديت استخدم الاكس والزد والاكس والسي عشان اعمل زوم ان وزوم اوت وبان. اوكي، انا كده ماسكة الزرار بتاع حرف السي، عملت بان، وبعدين حطيت الفيرتكس اللي بعدها، وبعدين عملت بان تاني، حطيت الفيرتكس. تمام، لغاية لما حسيت ان الخط بدأ يبقى منحني، فروحنا خدنا التول بتاعت ال end point arc segment، وقفت على اول القوس وعلى اخر القوس لحد ما احنا شايفين طبعا، وبعدين حطينا النقطة اللي في النص اللي بتحكم درجة التقوس، وبعدين عملنا بان تاني. تمام، بعدين رجعنا مسكنا التول بتاعت الستريت سيجمنت، بعدين جينا هنا عشان نقفل الخط، عملنا ايه؟ عملنا دبل كليك. تمام كده، ممكن نوقف مثلا لغاية 8:30، لغاية اما نعمل الخط ده كلنا مع بعض عشان نرجع نكمل. معلش المهندس اللي بيقول ان الصورة نزلت عنده، هي يعني غالبا على ما فهمت من المكتوب ان هو يقصد ان احنا ان هو عمل اد للصورة الفضائية نزلت هنا بس مش ظاهرة هنا. طيب لو هي مش ظاهرة هنا على الشاشة دي، فانت حضرتك هتعمل رايت كليك على الساتلايت ايمج وتعمل حاجة اسمها زوم تو لاير، فخلاص كده الصورة هتبقى متشافة عندك في الويندو اللي في النص. لو في حد واجهته مشكلة في التمرين لغاية دلوقتي ممكن يكتب لنا في المسج، أنا بشوفها عشان بس أجاوبه يلحق يطبق معانا عشان ما يفوتوش التمرين. بس طيب اللي بيسأل على اللايرز اللي احنا كنا عاملينها على الكتالوج مش ظاهرة ليه؟ هو يعني احنا مش هنفتح خالص الارك كتالوج دلوقتي، احنا بس بنعمل اد داتا. تمام، حضرتك هتبدأ باد داتا، المفروض تكون طبعا التيست ده احنا عاملينه مع بعض المرة اللي فاتت. المفروض ان التمرين بتاعنا المرة اللي فاتت ان كل واحد منكم يكون عمل جيو داتا بيز زي دي، وجواها فيتشر داتا سيت، وجواها لايرز زي دول. المفروض يعني انا ما اديتكوش النسخه دي، احنا عملناها مع بعض المره اللي فاتت، فالمفروض ان تكونوا انتوا التمرين اللي فات عم طبقتوا وعملتوا جيو داتا بيز زي دي عشان تعرفوا ترسموا عليها النهارده. يعني اللي مش معاه داتا بيز زي دي مش عارف يرسم. اوكي، طب احنا اشتغلنا بيهم ازاي؟ رحنا عملنا اد داتا من هنا. تمام، عملنا اد داتا وفتحنا الداتا بيز، وبعدين عملنا سيلكت على اللايرز وعملنا لهم اد، فظهروا هنا وابتدينا نشتغل. عشان بس محاضرة النهاردة كده مش هي يعني مش هيعرف يشتغل معانا، انا يعني هعمل سيف بس للخط دوت، وهديكم نسخة من الداتابيز دي تشتغلوا عليها. تمام كده،
طيب نسخة الداتابيز أنا بعتلكوا أهو على الشات اسمها تيست 22، لما معهوش داتابيز يرسم عليها يا ريت ينزل النسخة دي دلوقتي، يعمل لها اكستراكت وابتدي ينزلها على الارك ماب ويشتغل عليها. الويندو اللي على اليمين تيجي ازاي، اللي هي الكريت فيتشر انا قفلتها اهو، تيجي ازاي نركز مع بعض، نبقى عاملين ستارت اديتنج الاول، وبعدين من كريت فيتشر اعمل كليك عليها، هي كده خلاص اتفتحت. خلي بالك احنا لو فتحناش الويندو دي مش هنعرف نشتغل، لان هي دي اللي من خلالها بنقدر نعمل تارجت للليير اللي هنرسم فيه. مهم جدا نحفظ اسمها ونعرف مكانها. بيسأل ازاي نقدر نعمل اعادة تسمية للاير، اعادة التسمية هو احنا طبعا ممكن نغير اسم اللاير من الارك ميم، بس ده هنغيره ظاهريا. يعني ايه ظاهريا؟ يعني ده اسمها في الام اكس دي بس، لكن في الداتابيز هتفضل بنفس الاسم السابق. اوكي، امال امتى فعليا اسمها يتغير؟ لما نكون على الارك كاتالوج، نفتح الارك كاتالوج، الاسم الفعلي بيتغير من الكاتالوج مش هيتغير من الارك ماب. ارك ماب ده اسمها ظاهريا قدامنا، تمام؟ يعني زي ما انتم شايفين اللاند مارك انا غيرت اسمها اهو، لكن لو فتحنا من الارك كاتالوج تمام اسمها لاند مارك زي ما هي خلاص. امتى بقى اسمها يتغير؟ لما اعمل من الارك كاتالوج رايت كليك رينيم، بس طبعا رينيم مش شغاله عشان احنا عاملين ستارت اديت، لازم نبقى قافلين الاديت الاول، وبعدين هعمل رينيم وابتدي اغير اسمها. اوكي، بس نبقى قافلين الايديتنج الاول. انا مديت وقت التمرين اهو عشان الناس اللي ما كانش معاها داتابيز ما كانش هتعرف تعمل التمرين غير لما يبقى معاها الداتابيز. افكرك تاني، لما معهوش داتابيز يعمل التمرين ينزل الداتا اللي انا بعتها لكم على الشات دلوقتي ويبتدي يشتغل معانا. طيب بالنسبة لنص قطر الكيرف، حاضر، بس لسه الطول بتاعته هتيجي قدام شوية، تمام؟ لسه في يعني في نهاية الكورس ممكن الطول دي تيجي معانا المرة دي. منين start editing؟ طيب احنا لما بنفتح برنامج الارك ماب اللي ما عندوش التول بار ده موجود هنفتحه ازاي؟ يا اما هندوس على الايكون دي
اديتور تول بار، ركز كويس في الحتة دي. اللي منزل البرنامج لأول مرة مش هيلاقي معاه التول بار بتاع الايديتنج شغال. اوكي، طب نفتحه ازاي؟ يا اما هندوس من هنا على الايكون دي اسمها اديتور تول بار فيبتدي يفتح معانا. يعني انا هاخد التول بار دلوقتي اقفله. اوكي، عشان افتحه اعمل ايه؟ يا اما هعمل كليك على اديتور تول بار فيبدأ يفتح معايا، يا اما رايت كليك على المنطقة الرمادي دي وابتدي اختار من هنا اديتور. ده الطريقة التانية. الطريقة التالتة ان انا اعمل دبل كليك ومن تول بار هنا ادور على التول بار اللي اسمه اديتور واعمل تشيك عليه. دي التلات طرق اللي ممكن نفتح بيها التول بار بتاعت الاديتور. طيب لازم يعني السؤال ده مهم جدا. ليه؟ لان التول بار ده لو مش موجود قدامك ومش بتعرف تنزله انت مش هتعرف ترسم. اوكي، الحاجات الصغيرة دي تهمني اكتر من التول بتاعت الرسم، لان الحاجات دي لو انت عايز ترسم يعني بدون مبالغة هتوقفك. محتاج انك تحرك الخريطة عشان تحط الفيرتكس اللي بعدها. فاكتر طول هتتعامل معاها هي البان. ممكن نتعامل مع زوم ايد وزوم اوت، بس اكتر طول هنشتغل بيها هي البان. اوكي، دقيقتين بالظبط ونقفل التمرين ونرسم مع بعض خط تاني. تتفعل، هي اوريدي شغالة معاك اوتوماتيك. تمام، ازاي بتعامل بيها؟ يعني نبقى ماسكين الاير اللي احنا نشتغل بيها، نبقى احنا داخلين جوه التول بتاعت الرسم. تمام، انا كده حطيت فيرتكس، انا مش همسك خالص الادوات بتاعت الزوم من اللي هنا من الطول بره. انا هتعامل من كده. شايفين انا الطول بتاعتي اللي انا ماسكاها ايه؟ اللي هي بتاعت الرسم. تمام، دوست على حرف الزد حاولت تعمل ايه؟ زوم ان. اوكي، سبت ايدي ابتدت تحط فيرتكس. اوكي، ابتدت تعمل زوم اوت، سبت من على الاكس ابتدت تحط فيرتكس. اوكي، طب دوست على حرف سي طول وحدات تحولي تعمل بان، سبت ايدي من حرف السي هتبتدي انزل. تاني يا جماعة، الناس بتدخل متأخر ولا احنا مش مركزين؟ اذا حاجة start editing، بعدين هنعمل كليك على الويندو دي اسمها create feature. لازم دي تبقى مفتوحة معانا على الجنب اليمين عشان نعرف نشتغل. طيب نوقف تمرين بقى ونعمل مع بعض خط تاني. تمام، الشارع ده المفروض ان
هو معاكوا بقى في الجزء اللي احنا يعني ما اللي عايز يرسم اكتر من الجزء اللي انا مديهولكم، هنضطر نشتغل باد بيز ماب، بس انا طبعا مش هستخدمها دلوقتي، انا دي بتشتغل على النت، فانا مش عايزه الجهاز بتاعي يتعب. اوكي، فيما بعد انتوا بقى اللي حابب يتمرن زياده ممكن يستخدم الطريقه دي عشان يبقى معايا مساحه كبيره اقدر يشتغل فيها. تمام، هبتدي استخدم او ارسم الطريق ده. مبدئيا الشارع ده اتجاهين، اتجاهين يعني ايه؟ يعني المفروض ان انا ارسمه خطين مش خط واحد، اللي هو الطريق اللي رايح والطريق اللي جاي. تمام، بس انا هرسمه دلوقتي مؤقتا بس خط واحد في النص، عشان احنا حاليا بنتعلم ازاي اصلا نعمل لاين. انا مش هدفي دلوقتي ان انا انتج شغل، لكن تاني لو انا بنتج شغل مش هرسمه خط واحد في النص. طالما احنا شايفين ان ده شارع باتجاهين يرسموا فردتين، يعني فرد رايح، الشارع اللي رايح والشارع اللي راجع، وفي كل واحد فيهم في كل خط فيهم همشي في السنتر لاين. طيب مبدئيا ممكن نحسن الصورة ازاي؟ احنا حاسين الصورة مبكسلة شوية، انا ممكن اظبطها بحيث الصورة تبقى يعني شكلها احسن شوية للعين. ازاي؟ هاجي من عند الصورة كده، رايت كليك بروبرتيز. الخطوة دي اوبشنال، يعني مش ضروري ان احنا نعملها. اوكي، من تاب بتاعت الديسبلاي، من الريسامبل هبتدي اختار لينير وادوس اوكي. شايفين الصورة حسينا ان البكسل نعمت شوية، بقت سموذنج شوية احسن للعين. اوكي، عملناها تاني ازاي؟ ازاي نركز تاني؟ رايت كليك على الصورة الفضائية، بروبرتيز، من التاب بتاع الديسبلاي هبتدي من هنا اختار حاجة اسمها بلينير واقول اوكي. اوكي، طيب هنبتدي نرسم الشارع ده زي ما اتفقنا، هرسمه خط واحد في النص، لكن لو انا في شغل حقيقي هرسمه بخطين، خط رايح وخط راجع، وفي في الاتنين هحافظ على السنتر لاين زي ما احنا شايفينه في الصورة. تمام، هعمل ايه بقى؟ هروح اول، قبل ما ابدأ احط اول فيرتكس لازم ابص انا بتارجت بتاعي على لير ايه. ماشي، المرة دي التارجت بتاعنا هيبقى على رود. ليه؟ لان ده شارع. المرة اللي فاتت احنا كنا عاملين التارجت بتاعنا ريل واي، لان انا كنت عايز ارسم الخط ده في اللير بتاعت السكه الحديد او بتاعت الريل واي، لان المره دي الخط ده عباره عن شارع، فانا هبتدي التارجت اللير بتاعت الروت. اوكي كده، احنا كده مسكنا اللير بتاعت الروت. هبتدي اعمل زوم لحد ما الزوم ده مناسب، وارجع تاني اتارجت اللير عشان الطول بتاعتي تتحول للطول بتاعت الرسم، وابتدي احط اول فيرتكس. هستخدم الكيبورد، اللي مش عايز يستخدم الكيبورد براحته ممكن يستخدم التولز دي، بس زي ما اتفقنا طبعا موضوع الكيبورد هو محتاج تمرين الاول شويه في يعني شويه في الاول، لكن بعد كده اول ما ايدك هتتعود عليه هتنتج اكتر، يعني هتبقى اسرع في الرسم. اللي مش قادر دلوقتي كمبتدئ ممكن يستخدم الزوم ان والزوم اوت والبان من التول بار عادي، مفيش اي مشكله. هبتدي اعمل بان، احط فيرتكس ثانيه وبان فيرتكس كمان. تمام، لغايه اما اجي هنا حسيت ان الشارع بقى كيرف شويه، هبتدي اختار التول بتاعت اند بوينت ارك سيجمنت، وابتدي اعمل الكيرف بتاعي. كيرف خلص، ارجع تاني للستريت سيجمنت من هنا واحط الفيرتكس. تمام، فيرتكس كمان. شايفين الكيبورد بتسرع ايدي ازاي؟ تمام، وهوقف الخط هنا. سهلة، نعملها مرة كمان. هتارجت الروت، هعمل عليها كليك. انا كده عملت التارجت بتاعي اللي هي بتاعت الروتس. اوكي، حط اول فيرتكس، بان، ثاني فيرتكس وبان. بعدين اروح اختار الطول بتاعت الارك،
ومن دبل كليك هنا لغاية الميدان. أنا عايزة أوقف الشارع هنا عند الميدان. ده شكل الشارع وهو فاينل. سيب 5 دقايق كده لرسم الخط ده، واللي عنده مشكلة يكتب لي. اللي بيسأل بعد ما رسم الشارع عايز يخلي الشارع فوق الصورة، الموضوع ببساطة، انت لو اللاير بتاعتك تحت الصورة فانت مش شايف الشارع، اوكي؟ عايزين نشوف الشارع بعد ما اترسم، يبقى انا بسلكت على اللاير من التيبل اوف كونتنت، سلكت عليها واعمل دراج دروب فوق الساتلايت ايمج. كده احنا بقينا شايفين الشارع. تاني لو اللاير بتاعت الرودز تحت الصورة فاحنا اكيد كل الرسم اللي احنا رسمناه مش هنشوفه. امال امتى نشوفه؟ لما تكون اللاير بتاعت الرود هي اللي فوق الصورة. هعملها ازاي؟ سلكت على اللاير بعدين دراج دروب واسحبها فوق الصورة الفضائية. كده احنا بقينا شايفين اللاير بتاعت الرود. سأل تاني على ايضاح الصورة ازاي. رايت كليك على ساتلايت ايمج بروبرتيز، من التاب بتاعت ديسبلاي هختار من هنا، هي هتبقى على نيرست، هختار من هنا بلينير وادوس اوكي. في اختصارات في الكيبورد يعني في حد بيسأل هل في اختصارات في الكيبورد عشان نختار الستريت لاين او الارك؟ لا، من الاختصارات للزوم والبين بس، سهلة. هنشتغل بالطول يعني، نرسم على طول نبدل ما بين. حد عنده مشكلة ندخل في الطول اللي بعدها ولا لسه محتاجين نجرب؟ تمام. طيب ندخل في الطول اللي بعدها. احنا يهمنا نبقى عارفين الخط بيتكون من ايه، او الفيتشر نفسه بيتكون من ايه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا لو جينا هنا رسمين خط، اوكي، اللي بيتكون منه الخط هو الفيرتكس. تمام كده. طيب ازاي اقدر اتحكم في الفيرتكس دي؟ الفيرتكس دي زي محاور الارتكاز بتاعت الفيتشر، اوكي؟ طيب لو انا عايزه اتحكم بقى في الحركه بتاعت الفيرتكس دي او اعمل لها اديتنج، هشتغل بيها ازاي؟ معايا تول اسمها اديت تول. اديت تول اللي هي السهم الاسود ده، شايفين احنا عندنا كام شكل من اشكال الاسهم، كل واحد فيهم بيعمل حاجه مختلفه تماما عن التاني. اوكي، طبعا مش هنقولهم كلهم دلوقتي عشان ما يحصلش لخبطه، وفي منهم اصلا اسهم يعني مثلا ده بشتغل بيه في الـ يعني في اللاي اوت بس، اوكي، فطبعا ده مش وقته خالص. اوكي، بس هركز دلوقتي في اول سهم اللي هو ايه، حاجه اسمها edit tool. طيب لما امسك التول بتاعت الايديت تول دي ايه اللي هيحصل؟ لو عملت دبل كليك على الفيتشر هيبتدي يرجعني لشكل الفيرتكس اللي شكلت الفيرتكس. اوكي، انا ممكن اطفي، شايفين بشكل اوضح اهو ايه اللي حصل. اللي حصل ادي الخط بتاعي وهو مرسوم، اوكي، ده الخط بعد ما اترسم. عايز ارجع تاني للفيرتكس اللي شكلت الخط ده، يبقى انا همسك الايديت تول واعمل دبل كليك على اللاين ده، فايه اللي يحصل؟ يبتدي يرجعني تاني للفيرتكس اللي شكلت الخط كاننا لسه بنرسم فيه. طب انا هستفاد ايه؟ شايفين اول ما عملت دبل كليك انا بقيت على حاجه اسمها موديفاي فيتشر، اوكي؟ شايفين خط الاسود اتحول بقى، سوري، السهم الاسود اتحول بقى سهم ابيض. طب هستفاد ايه؟ هستفاد ان انا لما اجي اقرب للفيرتكس دي انا بقيت اقدر امسك الفيرتكس. انا كده مسكت الفيرتكس، لو حركتها يمين شمال يبقى انا كده بقدر اتحكم في شكل الفيرتكس او في مكان الفيرتكس. طب اقدر استفاد بايه؟ افرض ان انا الخط ده المفروض ان هو على الصورة يجي الناحية دي شوية،
طيب بدل ما اعيد تشكيل الخط من اول وجديد، لا هي دي بس المشكله من هنا لهنا. يبقى انا مسكت الفيرتكس دي وابتديت احركها عشان اعملها ماتشنج مع الصوره الفضائيه، تمام؟ طيب لا، هنا الصوره الفضائيه مش ماشيه كده، يبقى انا بعمل دبل كليك وبعدين مستشفى ارجع الخط تاني مستقيم. اوكي، دي اول حاجه. طيب افرض ان الفيرتكس دي زياده، يعني ايه؟ يعني هي دلوقتي عامله لي كسره في الخط، والخط اصلا ماشي مستقيم، فطبيعي لو شلت الفيرتكس دي الخط الاستقامه بتاعته هترجع تاني، تمام؟ قد يكون الايديتنج اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بس عايز اشيل الكسره من الخط. طيب هعملها ازاي؟ ماسكين الايديت تول، دبل كليك، حل المشكله دي ايه؟ ان انا امسك الفيرتكس دي واعمل لها ديليت فيرتكس، يرجع الخط مستقيم تاني. انا هعمل اندو عشان يرجعني من الخطوه دي. اوكي، احنا دلوقتي مشكلتنا ان احنا عايزين نشيل الكسره دي من الخط. اوكي، عايزين نشيل الكسره دي من الخط. الكسره دي سببها ايه؟ سببها ان في فيرتكس هنا، فلو انا محتاج ان انا اعمل اديتنج للخط او اعدل في شكل الخط ما يبقاش فيه الكسره دي، يبقى الحل ايه؟ ان انا اشيل الفيرتكس اللي عملت لي الكسره دي. طيب هشيلها ازاي؟ باستخدام الايديت تول، دبل كليك، تمام، وامسك الفيرتكس دي. شايفين شكل التول بيتغير ازاي؟ اول ما عملت دبل كليك السهم ما بقاش اسود وبقى لونه ابيض. طب لما اقرب ناحيه فيرتكس شايفين السهم شكله اتغير ازاي؟ كده انا اقدر اعمل سيلكت للفيرتكس. اوكي، طيب وانا على الفيرتكس والشكل بتاعي عامل سام بوكس كده، هعمل رايت كليك وعندي حاجه اسمها ديليت فيرتكس، تمام. طيب افرض بقى ان انا عايز العكس، ان انا عندي الخط مستقيم وعايز اعمل فيه كسره. طيب هعملها ازاي؟ بنفس الطريقه، دبل كليك باستخدام الايديت تول، بس المره دي هعمل ايه بقى؟ انا محتاج يبقى عندي فيرتكس عشان تعمل لي كسره في الخط. يبقى انا هعمل ايه؟ هروح عند اي حته في النص كده واعمل رايت كليك، مش هلاقي طبعا ديليت فيرتكس. ليه؟ لان ديليت فيرتكس دي هتظهر لما نكون احنا ماسكين فيرتكس. اوكي، طب امال عكسها ايه؟ لما ما اكونش واقف على فيرتكس هيظهر بدلها حاجه اسمها انسرت فيرتكس. طيب لو عملت كده يبقى انا كده حطيت فيرتكس في الخط ما كانتش موجوده من الاول. طب هستفاد ايه؟ هستفاد ان انا بعد كده اقدر امسك الفيرتكس دي واحركها عشان تعمل كسره في الخط، تمام. انا هنا بدي مثل مش اكتر، عشان قد يكون نوع الايديتنج اللي انا محتاج اعمله هو ان انا يا اما امسح فيرتكس يا اما اضيف فيرتكس. اوكي، انا بس بدي مثل لطريقه الاستخدام. اوكي، طب امتى اوظفها؟ طبعا احنا كل شغلنا كله ريليتد للصوره الفضائيه، فانا بعمل ماتشنج للصوره الفضائيه. ممكن وانا برسم اكون عملت كسره ملهاش داعي، يبقى حلها ايه؟ ان انا اشيل الفيرتكس اللي سببت الكسره دي. طيب ممكن وانا برسم يكون اصلا في كسره في الصوره وانا مشيت الخط مستقيم، فيكون حلها ايه؟ ان انا انسرت فيرتكس وابتدي اعمل كسره في الخط، تمام. جربوا الحته دي كده، واللي عنده مشكله بس يكتب لي. شايفين الخط البايظ خالص ده؟ طبعا يعني ده مش وارد ان يحصل في الشغل ان احنا نلاقي حاجه شبه كده. طيب انا مطلوب مني بقى ان انا اعدل الخط ده، خلاص. طيب الايديتنج بقى ازاي نعمل ايديتنج ونعدل الخط ده بحيث يمشي خط مستقيم زي المفروض يكون عليه في الصوره الفضائيه؟ خلاص، احنا لو فتحنا الصوره الفضائيه المفروض الخط ده من هنا لهنا ماشي مظبوط وفي النص ماشي بايظ. طب هنعدله ازاي؟ الاول هنعدله ليه؟ يعني طب ما احنا الاسهل لينا ان احنا نعمله ديليت ونسميه من اوله جديد. امتى الجا للايديتنج؟ ابقى مضطر ان انا اعمل ايديتنج مهما تكلفت من وقت وجهد، بس مع ان اسهل لي ان انا امسح وارسم من اول وجديد. اكتر من سبب، ماشي، منهم ان قد يكون الخط ده شغل قديم معمول وداخل له داتا في الاتريبيوت تيبل، تمام. فانا ببساطه لو عملت ديليت للخط ده هو هيتمسح بالداتا اللي متخزنه في الاتريبيوت تيبل، ابقى انا خسرت الداتا اللي في الاتريبيوت تيبل اللي وقتها هياخد اكتر. يعني احنا لو انا في مشروع كبير ممكن يكون بتاع اللير بتاعت الرود دي فيها فيلدز كتيره جدا وداتا كتيره جدا داخله. اوكي، ممكن يكون الاستمارات اللي انا دخلت منها الداتا في الاتريبيوت تيبل مش متاحه عندي دلوقتي،
فانا لو مسحت الخط ده ببساطه كل الداتا اللي في الاتريبيوت تيبل هتتمسح، وانا مش معايا السورس اللي كتبت منه داتا دي. ففي جميع الاحوال انا مضطر ان انا اعمل اديتنج مهما اتكلفت من وقت. تمام. طيب هعمل اديتنج ازاي؟ هو عامه الموضوع بسيط، يعني هعمل اديتنج ازاي؟ انا عندي اكتر من طريقه اقدر اعدل بيها الخط ده. اول حاجه ان احنا نمسك الايدت دي ونعمل دبل كليك. خلاص، دبل كليك هتعمل ايه؟ دبل كليك هتعمل حاجه اسمها موديفاي فيتشر، فهتبتدي ترجعني للفيرتكس اللي شكلت الخط ده. طب انا ليه هعمل كده؟ انا كل الفيرتكس اللي موجوده دي كلها محتاجه ان هي تتعمل لها ديليت فيرتكس بحيث ان الخط يرجع مستقيم. طيب الحل الاولاني زي ما اتفقنا ان انا هروح عند كل فيرتكس واعمل ديليت فيرتكس. طيب احنا استخدمنا دي الطريقه دي لما كان المشكله في فيرتكس واحده او دي، قلت ان انا فيرتكس كتيره كل دول محتاجين يتشالوا، هقعد بقى اعمل رايت كليك عند كل واحده واعمل ديليت فيرتكس؟ لا، انا عندي حل الطف من كده بكتير، اللي هو ايه بقى؟ اول ما بعمل دبل كليك على الخط في ميني تول بار كده بتتفتح اوتوماتيك اسمها ايديت فيرتكس. ايه اللي بيحصل فيها؟ اللي بيحصل فيها ان انا عندي ديليت فيرتكس برضو، بس ميزتها ايه بقى؟ ميزتها ان انا هنا اقدر اعمل ديليت لمجموعه فيرتكس مره واحده، كل اللي انا هدخلهم جوه البوكس ده هيتعمل لهم ديليت فيرتكس مره واحده. شايفين ازاي؟ اهو كل مجموعه الفيرتكس اللي دخلت في البوكس ده هيتعمل لها ديليت. اكيد احسن كتير واسهل كتير من ان انا الطريقه الاولانيه ان انا هعمل كله عليهم كلهم على كل واحده فيهم رايت كليك وديليت فيرتكس. خلاص، تاني بتيجي ازاي؟ الميني تول بار دي دبل كليك على الخط، ومن هنا عندي حاجه اسمها ديليت فيرتكس، هبتدي ادخلهم كلهم في البوكس وبعدين ادوس في اي حته بره فخلاص الخط بتاعي يرجع مستقيم. تمام كده، دي اول طريقه. هعمل اندو تاني. طيب بتعمل ايه تاني؟ التول بار بتاعت الايديت فيرتكس دي فيها برضو insert vertex او add vertex. احنا كنا الاول بنعملها ازاي؟ كنا بنيجي عند اي حته فاضيه كده من الخط وبنعمل رايت كليك فهنلاقي insert vertex، فكل ما احب اضيف نقطه جديده او vertex جديده هعمل رايت كليك عند المكان اللي انا عايزه insert فيه vertex واعمل insert vertex. تمام. طب ايه الحل الاسهل من كده؟ الحل الاسهل من كده ان من الميني تول بار دي عندي حاجه اسمها اد فيرتكس، انا مجرد بس بعمل كليك في المكان اللي انا عايزه اضيف فيه فيرتكس فهي بتنزل لوحدها كده، اسهل كتير. طب انا هستفاد ايه لما انسرت فيرتكس؟ هروح امسك كده موديفاي سكتش فيرتكس، هقدر مثلا ان انا احرك الفيرتكس دي بحيث ان هي تعمل كسره في الخط، يبقى انا كده عملت كسره في الخط والخط نفسه ما تأثرش بحاجة، يا إما بقية الخط ما تأثرش بحاجة. وكمان طبعا الايديتنج بيبقى ايديت في الرسم فقط لا غير، يعني جيومتري بس هو اللي بيحصل فيه ايديتنج، بينما الاتريبيوت تيبل موجود كل المعلومات اللي فيه متخزنة تمام ما فيهاش أي مشكلة. التعديل اللي حصل ده بيحصل في الشكل بس أو في الجيومتري بس، الداتا اللي في الاتريبيوت تيبل ملهاش أي علاقة بالموضوع دلوقتي. أمال إمتى الداتا اللي في الاتريبيوت تيبل تتأثر؟ الحالة الوحيدة إن أنا أروح أعمل سيلكت للخط ده وبعدين رايت كليك وديليت. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها الخط ده هيحصل له ديليت هو والريكورد بتاعه اللي متخزن في التيبل، يبقى انا كنسل المعلومات اللي في التيبل. طيب ممكن نشوفها بس الحته دي عملي عشان بس لو حد مش واخد باله. لو انا عملت كده على اللاير بتاعت الروت رايت كليك اوبن اتريبيوت تيبل، انا كده فتحت التيبل بتاع اللي لينك باللاير دي. خلاص، كل خط انا رسمته شايفين عملت سيلكت هنا هو ليه ريكورد هنا في التيبل. طب لو انا عملت ديليت للخط ده شايفين ايه اللي هيحصل؟ ركز كده في الريكورد المعمول للسيلكت ده، اول ما هعمل ديليت ايه اللي هيحصل؟ الريكورد بتاعه بكل البيانات اللي فيه هي كمان حصل لها ديليت، ودي الحاله اللي احنا مش عايزين نوصل لها. احنا كل ده محافظين على الخط ليه؟ عشان لو انا عملت له ديليت ورسمته من اول وجديد فهو هينزل فاضي، مش هينزل بالداتا اللي كانت متخزنه فيه. تمام. طب لو هو اصلا ما فيهوش داتا؟ لا مش مشكلة، لا ده انا لو اسهل لي ان انا امسحه وارسمه من اول وجديد لا طبعا اخد الطريقة دي على طول. لكن امتى ابقى مضطر اشتغل بالايديتنج؟ لو انا عندي هنا داتا في الاتريبيوت تيبل وعايز احافظ عليها. تمام كده.
انا هعمل اندو عشان الخط يرجع تاني. تمام، يبقى الطريقة التانية بقى ايه؟ هي مش الطريقة التانية، احنا كل ده عشان نصلح الخط عملنا طريقة واحدة، اللي هو عملنا دبل كليك وابتدينا نمسك الديليت فيرتكس، نمسح كل الفيرتكس يعني شوية بشوية كده مع بعض. اوكي، طيب ايه الطريقة التانية اللي انا اعمل بيها اديتنج للخط ده؟ ان انا اروح اعمل سيلكت للخط، وعندي تول اسمها ريشيب فيتشر، هبتدي امسكها. دي بتعمل ايه بقى؟ دي بتعمل اعادة تشكيل للخط. يعني ايه؟ يعني الخط ده لما كان مرسوم بالشكل ده، لا ده انا هقول له الشكل الجديد بتاعك كده. شايفين ايه اللي حصل؟ بمنتهى السهولة الخط تاني رجع مستقيم تاني. اندو عشان ارجع تاني زي ما كنت. تمام، الخط هو هستخدم reshape feature ازاي؟ هعمل select الاول، لان reshape feature دي مش بتشتغل غير لما اكون عاملين select للفيتشر اللي عايزين نعدل عليه. اوكي، يبقى انا عملت select للفيتشر الاول، وبعدين من هنا من editor toolbar عندي tool اسمها reshape feature اخترناها، وبعدين قلت ان انا من اول الفيرتكس دي للفيرتكس دي هي اللي فيها مشكلة. فلما عملنا كده الخط ماله؟ رجع تاني مستقيم. وهي نفس التول اللي ممكن ابوظ بيها الخط، هي اسمها اعاده تشكيل وخلاص يعني. فانا كده بقول له ده شكلك الجديد. شايفين برضو عمل ايه؟ خلاص كده بقينا فاهمين الريشيب بتعمل ايه. ممكن نوقف شويه نعمل التمارين دي، واللي عنده مشكله برضو يبتدي يكتب لي في الشات. يقصد ان انا لو عملت دبل كليك وخلاص رجعت في كلامي، انا مش هعمل اي تعديل، يعني مش هحرك فيرتكس او ديليت فيرتكس او اي حاجه، وعايزه ارجع تاني عن الخطوه دي، خلاص انا هدوس في اي حته بره هيرجع تاني عن الموديفاي. خلاص انا كده ما بقتش موديفاي فيتشر، الحاله بتاعتي مش موديفاي فيتشر خلاص. طيب هو بيسأل ان انا لو ان هو يقصد لو حد تاني مش عايزه يعدل على الشغل بتاعه. لا، هو مفيش حاجة تقدر تقفل كده. هو الموضوع ببساطة ان الجي داتابيز دي بيرسونال جي داتابيز. يعني ايه بيرسونال جي داتابيز؟ يعني المستخدم واحد، يعني كده كده اللي يقدر يعمل ستارت اديتنج ويعدل هو شخص واحد. اوكي، فطول ما انا فات يعني طول ما انا دلوقتي فاتحه عامله ستارت اديتنج على الداتا دي، حتى لو الداتا بتاعتي دي على الشير مثلا وحد تاني شايف الداتا بيز بتاعتي، فهو مش هيعرف يعدل عليها طول ما انا فاتحها. بس مجرد ما اعمل ستوب اديتنج خلاص، اوكي، هو لو فتحها من عنده هيقدر يعدل عليها. يعني دي ما نقدرش ان احنا نحكمها. اللي انت تقصده بقى ان انا اامن شغلي ما حدش يعدل عليه، لا ده انت كده لو بتتكلم ان الداتا بيز دي بقى على سيرفر، هبتدي بقى ان انا ادي بيرميشن لاشخاص معينه هم اللي يعملوا اديتنج واشخاص تانية لا، ده كده قصه سيرفر. تمام، بس لو على البيرسونال هي الداتابيز بتفتح ليوزر واحد بس لو عملت ستوب اديتنج وحد دخل على جهاز هيقدر هو كمان يعمل ستارت اديتنج ويشتغل، ما فيش مشكله يعني. سيبنا وقت بس الناس تجرب الجزء ده. الناس اللي سالت بس الحاجات دي اتعملت تاني ازاي سريعا كده، لو انا عندي خط بالشكل ده ومحتاج ان احنا نعدل كل الاجزاء اللي فيها مشكله دي بحيث الخط تاني يرجع مستقيم تاني، انا برجعه مستقيم دي عشان يبقى ريليتد للصوره. احنا كل شغلنا في الجزئيه دي احنا عايزين نطابق الصوره. تمام، انا كل شغلي انا بشوف الصوره الفضائيه قايله ايه وانا بمشي عليها بالظبط. خلاص كده احنا قافلين الصوره بس عشان الدنيا تبقى واضحه، يعني واضح طبعا الجزء اللي فيه مشكله هو ايه. تمام، بس بعمل ايه؟ بمسك تول اسمها ايديت تول اللي هي السهم الاسود ده، وبعمل دبل كليك. لما اعمل دبل كليك هتبتدي ترجعني تاني للفيرتكس اللي شكلت الخط بتاعي. زي ما اتفقنا لو عملت رايت كليك على اي فيرتكس هقدر اعمل ديليت فيرتكس. تمام، طيب الكيس اللي قدامي دي صعب ان انا امشي على كل واحده واحده اعمل لها ديليت. انا عندي حل احسن، اللي هو ايه؟ ان انا اول ما بعمل دبل كليك في ميني تول بار بتظهر معايا اسمها ايديت فيرتكس، بتظهر اوتوماتيك. هبتدي من هنا اختار ديليت فيرتكس واخد مجموعة مجموعة كده احوطها جوه البوكس ده، بعدين اسيب ايدي خلاص. اوكي، هو هيفهم ان انا بعمل ديليت لمجموعة الفيرتكس دي. خلاص كده، ده كده اول حل.
طيب تاني حل ايه؟ تاني حل ان انا اعمل سيلكت بس مش دبل كليك على الخط، وبعدين من هنا عندي تول اسمها الريشيب فيتشر، هبتدي امسك من اول الحته اللي فيها مشكله لغايه الحته اخر الحته اللي فيها مشكله، وبعدين اعمل دبل كليك، فيبتدي يحصل ايه؟ الخط هيبتدي تعمل له اعاده تشكيل او الريشيب بحيث يمشي تاني شكل خط مستقيم. اوكي طيب ايه كمان بقى؟ يهمني اعرف بقى حاجه هنا في الـ في الايديت تول دي، ان هي بتعمل 3 حاجات. الايديت تول دي من الحاجات المهمه جدا، هتلاقي نفسك بتشتغل بيها كتير قوي طول ما انت بتعمل ديجيتايزنج او ايديت او ايديتنج. ايه الـ3 استخدامات بتوع الايديت تول دي؟ اول استخدام ليها ان انا بعمل سيلكت، خلاص يبقى انا كده اول ما بعمل كليك على الفيتشر ده انا كده عملت سيلكت. عرفت منين ان هو اتعمل له سيلكت؟ شايفين اللون التركواز ده؟ هو ده لون السيلكشن بتاع الارك مان، خلاص. طب لو جيت عملت للخط ده كليك يبقى انا كده عملت سيلكت للخط ده. طيب لو عملت كليك على الفيتشر ده اللي من لاير تانية انا كده برضو بعمل سيلكت للفيتشر ده بتاع اللي موجود في اللاير بتاعت الريال واي، تمام. يبقى انا بعمل بيه سيلكت لاي فيتشر موجود قدامي في اي لاير، تمام. يبقى ده كده اول استخدام. اول استخدام ايه تاني؟ وان كليك بتعمل سيلكت، تمام. طب امال ايه تاني استخدام؟ تاني استخدام برضو احنا جربناه اللي هو ايه؟ ان انا لما بعمل بالايديت تول دي دبل كليك يبقى انا كده بعمل حاجه اسمها موديفاي فيتشر. ايه موديفاي فيتشر؟ يعني رجعت تاني للفيرتكس اللي شكلت الفيتشر ده بحيث ان انا اقدر اتحكم فيها، اعمل ديليت فيرتكس، اعمل انسرت فيرتكس، او امسك الفيرتكس واحركها. اوكي كل ده حاجه اسمها موديفاي فيتشر، تمام. امال ايه الاستخدام التالت؟ الاستخدام التالت ان انا اعمل سيلكت على الفيتشر وبعدين اعمل ازاحه كده على جنب، فكده بعمل حاجه اسمها موف. طب ايه اللي حصل؟ انا ليه ما حصلش عندي الموضوع ده؟ لان انا قافل الاوبشن ده. خلاص انا هفتح الاوبشن سريعا كده معاكم. طبعا انا يعني استخدمت البرنامج اكتر من مره قبل كده فانا قافله الاوبشن ده، لكن بالنسبه لكم انتوا لو لسه منزلين البرنامج لاول مره الاوبشن ده مش هيبقى مقفول. اوكي ايه بقى الاوبشن ده؟ ان انا عامل سيلكت، ماشي. شايفين اول ما عملت سيلكت وقربت على الفيتشر ايه اللي حصل؟ بقى فوق السهم الاسود حاجه علامه بلس كده تاني. اول ما قربت على الفيتشر بقى عندي فوق السهم الاسود علامه زي بلس كده، كده انا هو استعداد ان هو يعمل حاجه اسمها موف. اوكي فلو انا جيت حركت الخط انا كده بعمل موف، تمام كده. شايفين انا حركت الخط قد ايه؟ طيب انا ممكن فعلا يكون الايديت نوع الايديت بتاعي ان انا بعمل موف. يعني ايه؟ يعني هي هتبان اكتر لو جيت رسمت بوليجون مثلا. يعني هي طبعا مش تفرق لاين او بوينت يعني او بوليجون، عادي الموف بتشتغل مع كله يعني، بس انا اقصد هنا شايفين انا حركت البوليجون ازاي، تمام. سيلكت وبعدين استنيت شويه ومسكت الفيتشر ده بالماوس وابتديت احركه. طيب ايه مشكله الاوبشن ده او انا ليه كنت موقفاه؟ لان انا هنا معناها ان انا ممكن اعمل سيلكت وانا مش واخد بالي وايدي تتحرك، يعني كده اي حركه بالماوس هتبتدي تحرك الفيتشر. ممكن اكون انا مش واخد بالي، مش قصدي ان انا احرك اوكي ويحصل موف للفيتشرز وانا مش واخد بالي، واروح اعمل سيف اديت والاقي كده المشروع بتاعي باظ والرسم بتاعي باظ واحنا كل ده مش واخدين بالنا، تمام. فاجراء وقائي انا بعمل ايه؟ طول ما احنا شغالين في الايديتنج انا بنسبه كبيره يعني تقريبا بنسبه 98% انا محتاج الايديت تول دي في ان انا اعمل سيلكت. يعني اصلا استخدام الاكتر ليها ان انا بعمل بيها سيلكت، اوكي كده. طب انا عايزه اوقف الاوبشن الثالث بتاعها اللي هو انا اعمل موف، لان انا مش وارد في الايديتنج ان انا كتير اعمل موف. طيب هوقف الاوبشن ده ازاي؟ من اديتور هروح على اوبشنز، المفروض الديفولت بتاعه على الستيكي موف تولرنس دي ان هي بتبقى 0 بيكسل، فكل ما هكبر الرقم كل ما هيبتدي، يعني مثلا انا هديله مثلا 100. طيب 100 دي معناها ايه؟ يعني لما ابقى عامل سيلكت والسهم الاسود عليه بلس من فوق كده يعني استعداد ان هو يعمل موف، ما تعملش موف غير لما امسك الفيتشر ده وامشي بيه مسافه 100 بكسل عشان يبتدي يحرك. حد خد باله؟
طيب المية رقم مش كبير، فممكن يكون ناس كتير ما خدتش بالها. انا هخليها 500، تمام؟ من اديتور هروح على اوبشنز، بدل 100 دي هخليها 500. اوكي، 500 دي معناها ايه؟ يعني ابتدي امشي بالبوليجون ده 500 بيكسل عشان يبتدي يحصل موف. اوكي، فانا هعمل كده، انا كده بحرك، انا كده ايدي بتمشي بالماوس. شايفين الماوس بيمشي ازاي والبوليجون ما بيتحركش؟ شايفين انا بمشي قد ايه؟ شايفين ابتدى يتحرك بعد قد ايه؟ بعد مسافة 500. وضحت؟ طيب، والمفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض ان احنا طول ما احنا شغالين ديجيتايزنج واديتنج، زي ما اتفقنا ان احنا موضوع الاوبشن بتاع الموف ده مش وارد ان انا استخدمه كتير، فاحنا هتلاقي اغلب الناس عامله ايه؟ مديه رقم كبير قوي كده في الستيكي موف تولرنس ده، بحيث ان هي تضمن تماما ان هو مش هيحرك معاها، ان التول دي خلاص مش تعمل موف. شايفين انا كده عماله اشد في البوليجون يمين وشمال ازاي؟ ما بيحصلوش موف خالص حتى لو عملت زوم اوت. شايفين مفيش اي حركة خالص. طب لو رجعت، رجعته على زيرو تاني مع اول حركة هيبتدي يحرك، سهلة كده. هنعيد تاني اللي احنا قلناه في الحتة دي، بس ايش هو الماوس بس بيعمل حركات فجائية. الايديت تول دي تاني، الايديت تول دي بتعمل 3 حاجات. اوكي، اول استخدام ليها ان انا بعمل سيلكت، خلاص كليك واحدة تعمل سيلكت، خلاص انا كده بدوس كليك واحدة فعملنا سيلكت. تاني استخدام ان انا بعمل بيها الدبل كليك فبترجع تعمل موديفاي. شايفين انا عملت موديفاي على البوليجون عادي، نفس اللي احنا قلناه على اللاين هو اللي على البوليجون. انا اهو بقدر اغير في مكان الفيرتكس، اهو اقدر ازود فيرتك، اديني عملت انسرت فيرتكس اهو، واديني عملت ديليت فيرتكس اهو، نفس اللي قلناه على اللاين هو اللي بيحصل في البوليجون. تمام، يبقى تاني استخدام ليها دبل كليك موديفاي. طيب امال ايه تالت استخدام؟ ان انا اعمل كليك وبعدين اعمل ازاحه، يبقى انا كده بعمل موف. تمام، طب انا عايز اقفل الاوبشن ده عشان بس يعني افرض ان احنا مش واخدين بالنا وعملنا موف للفيتشر واحنا مش قاصدين كده، يبقى انا بروح على الاديتور، ومهم جدا ان انا اعمل كده من اديتور اوبشن، يا ريت يعني ما حدش يخليها على الزيرو، اديله رقم كبير كده عشان اضمن ان هو مش هيعمل موف. طب افرض بقى ان انا دلوقتي عايز اعمل موف، موضوع بسيط جدا، هرجع من اديتور اوبشن اديله زيرو وابتدي لغايه اما اعمل التاسك بتاعي ان انا اعمل موف، وارجع تاني بسرعه اقلبه تاني على رقم كبير. خلاص كده، ليه؟ زي ما اتفقنا ان انا استخدامي اكتر للتول دي ان انا بعمل سيلكت كل فين وفين لما هعمل موف. خلاص يوم ما هيجي لي تاسك ان انا هعمل موف هروح اغير الرقم لزيرو، اعمل موف وارجع تاني ارجعه رقم كبير. خلاص، ممكن نجرب كده نشتغل بالإيديت تول سريعا، واللي عنده مشكله يكتب لي. طيب حد بيسأل، خط سكة الحديد اللي أرسلته ليكم مع الداتا مش بيتعدل عندنا عشان مفتوح عندك؟ لا، هو اللي حصل عندي إن أنا رسمت الخط ده وبعدين قفلت الداتا بيز، يعني عملت لها سيف إيديت وستوب إيديتنج، وبعدين أخدت الداتا بيز دي كوبي وبعتها لكم، فالداتا بيز كده راحت لكم بالخط ده. يعني إحنا لما عملنا الموضوع ده كنت أنا بالفعل بدأت المحاضرة ورسمت معاكم الخط ده، اللي خد نسخه من الداتابيز راحت له بالخط ده. تمام، طيب هي ليه مش بتتعدل عندك؟ عشان انت 100% مش عامل ستارت اديتنج، مش عشان هي عندي، هي اصلا خلاص انا عملت ستوب اديتنج وخرجت من جهازي، فخلاص انت خدت كوبي، فبقيت انت كمان هتقدر تفتح تاني اليوزر تاني. اوكي كده، طيب ليه مش بتتعدل عندك؟ اكيد اكيد انت مش عامل ستارت اديتنج،
تمام كده، مجرد ما تعمل ستارت اديتنج هتقدر تعدل عادي تاني وملكش اي علاقة بالداتابيز اللي موجودة عندي خالص. ممكن الداتابيز ارجع في الشات ورا شوية هتلاقيها اسمها تيست 22، اعملها داونلود هتبقى معاك نسخة منها. يعني لو نفتكر في المحاضرة الأولانية سألني على موضوع المباني العالية اللي هي عاملة إزاحة على الصورة، أنا لازم أقول الحتة دي لأن هي بتواجه الناس المبتدئين كتير جدا وبيتلخبطوا فيها. طيب زي ما احنا شايفين في الجزء ده ان ده شايفينه ان هو قطع الشارع، يعني ايه؟ يعني انا لو بشتغل طبعا الرود ده تو واي، فانا المفروض نبقى راسمين الاتجاه اللي رايح في المكان ده والاتجاه اللي راجع في المكان، تمام كده، مش في النص طبعا. احنا هيجي على يعني على سؤال ازاي ارسم الرود في المكان ده وهو مع، يعني لو احنا راسمين بيلدينج دلوقتي المفروض ان ده كمان نفس المكان البيلدينج، صح كده؟ طب تعالى اقفل الصورة، هل ده معقول؟ يعني هل معقول ان الرود معدي فوق البيلدينج عامل اوفرلاب مع البيلدينج؟ لا طبعا، غلط 100% كشكل في الجيومتري وكشكل منطقي، طبعا الكلام ده غلط. طب امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا تفسير ان الشارع اكيد ده على الاوض بتاع كده، فالشارع نفس استقامته لان اكيد الشارع ده مش ماشي هنا وبعدين راح لف حوالين المبنى ورجع تكمل تاني في استقامته. طيب انا برسم ازاي؟ انا بمشي في برسم الشارع على استقامته زي ما هو بالظبط، امال ايه اللي هيحصل له ازاحه؟ اللي هيحصل له ازاحه هو البيلدينج. ليه؟ لان هو اصلا البيلدينج ده مش مكانه. طب امال ايه مكانه؟ مكانه هنا، مكانه على القاعده مش على السطح، تمام. ليه؟ لان المبنى ده مبنى عالي واتفقنا ان الصوره الفضائيه دي زاويه يعني، فاللي حصل ايه بقى؟ ان احنا كاننا باصين على الصوره الفضائيه دي من ناحيه، يعني زي من ناحيه ما احنا شايفين من الشاشه، فحصل في زاويه او زاويه ميل في الصوره فخلت كل المباني العاليه هتعمل ازاحه عن المكان يعني لمكان تاني غير اللي هي موجوده عليه في الحقيقه. طب وانا برسم هعمل ايه؟ وانا برسم احنا بنرسم المبنى من على السطح. ليه؟ لان احنا مش شايفين قاعده المبنى، احنا شايفين جزء واجهه واحده بس من القاعده، احنا شايفين السطح بس بتاع المبنى، فانا لازم ارسم على المبنى عشان اخد منه الشكل واخد منه المساحه بتاعه المبنى، تمام. امال اعمل ايه بقى بعد ما اخلص؟ اقوم هكذا نحتاج بقى التول بتاعه الموف، اهو هنمسك المبنى ده او البيلدينج ده نعمل له ازاحه بتاعه على قاعده على الصوره. دي قاعدة المبنى، يعني لو ركزنا شوية شايفين كل المباني دي المكان اللي عليها، فده كده الاكس والواي المظبوط للمبنى ده. طب اول ما رجعت المبنى تاني لمكانه في الواقع ايه اللي حصل؟ لو شايفين قفلنا الصورة الموضوع طبيعي جدا، الشارع ماشي في مكانه والمبنى موجود في مكانه، ولو قست المسافة اللي هنا يعني لو استخدمنا الطول بتاعت الميجر وجيت هنا قست المسافة 8 متر تقريبا، هي نفس المسافة اللي المفروض تكون عليها بقية الشوارع يعني بقية المباني التانية اللي هي منخفضة يعني طبعا بالتقريب، يعني ده هنا واخد 6 متر عشان بس المبنى ارتفاعه أقل شوية. اوكي كده كده اتفهمت. طيب هو أنا كل ما هرسم مبنى هعمل فيه كده؟ طيب السؤال ده برضو مهم. لا أنا هعمل كده في المباني العالية اللي هيحصل لازم اعمل كده. ليه؟ لان الشكل ان يبقى فيه اوفرلاب بين المبنى والرود
ده لا يصح تماما في الجي اي اس. تمام. طب هنا مثلا انا مش هقعد، يعني مش شرط ان انا اقعد اعمل ازاحه للمباني دي، لان هي كده كده مش عامله مشكله مع الرود، فمش مطلوبه مني قوي الحته دي. تمام. يعني مش ده المشروع اللي هوصل فيه للتفاصيل دي. بس لو طبعا لو ده كل ده على حسب المشروع بتاعي، لو المشروع بتاعي العميل هيفرق معاه الشيفت الكام متر ده، لا انا مضطر ان انا اعمل كده. طيب مش فارقه قوي، الموضوع مش فارق قوي، وغالبا ده اللي بيحصل في المشاريع. اقول ان هنا في مبنى ورقم كام، يعني مش شرط قوي الاكس والواي بتاعه يبقى بالملي يعني. تمام. اذا العميل طلب كده يبقى انا خلاص كل المباني المرتفعه هرسم على السطح واشفت للقاعده. طيب اذا ما طلبش كده يبقى انا هعمل كده في المباني اللي في مشكله بينها وبين الروت فقط لا غير. اوكي. ممكن نجرب الحته دي سريعا عشان بس نسيب وقت للاسئله. ممكن 3 دقايق بالظبط وبعدين نبتدي ناخد بقى الاسئله. في حد بيسأل مفيش صورة رأسية بحيث ان احنا ما نحتاجش نعمل ازاحة، ولا لازم كل الصور تبقى بزاوية؟ آه لا، هو في صور رأسية، بس افرض ان انا الشركة بتاعتي يعني اشترت الصورة الفضائية فيها زاوية ميل، هقول لهم لا ما تنفعش؟ لا طبعا هشتغل عليها، طبعا عندنا الحلول هنشتغل عليها. ودي طبعا دي مش مشكلة يعني، ده اختيار يعني، ده اوبشن يعني. في حد يحب يعني بيبقى محتاج ان هو يصور صورة رأسية وممكن بزاوية، اوكي ده مش غلط في الصورة او مش مشكلة في الصورة طبعا، بس يعني هو ده الكونسبت اللي احنا بنتعامل معاه في الحالات اللي شبه كده. طيب في حد بيقول ان هو جاي يعمل اختيار لبوليجون فاختار كذا بوليجون وكلهم بيتحركوا مع بعض، فلو انا عايز احرك واحد بس هعمل ايه؟ طيب احنا هنشرح على اللاين، وهي هو نفس اللي هنقوله على اللاين هيتقال على البوليجون. يعني احنا هنا عاملين سيلكت مثلا، سيلكت الكل دول ماشي، انا جيت اختار، فلما اعمل كليك مثلا على الخط ده رحت اخترتهم كلهم في البوكس كده. تمام. فانا لو جيت عملت موف كل ما يتحركوا طبعا مع بعض، طب انا عايز احرك واحد منهم بس اعمل ايه؟ يبقى انا يا اما هضيع السليكشن ده وابتدي اعمل كليك بس على اللي انا عايز احركه، يا اما لو كانوا قريبين من بعض كلهم وانا كنت مضطر ان انا اخدهم كلهم مع بعض دي ارجع تاني شيفت بعمل يعني لو انا دلوقتي عامل سيلكت ليهم كلهم وهدوس على الشيفت بالكيبورد وهرجع تاني اعمل سيلكت على ده، فانا كده يعني بعمل كلير سيلكشن للخط ده. اوكي. شيفت تاني بضيع السيلكشن من البوليجون ده. طيب شيفت تعمل ايه بقى؟ شيفت كمان بتعمل اد تو سيلكت. يعني ايه؟ يعني لو انا دوست على الشيفت وعايز ازود فيتشر تاني تعمل لها سيلكشن، يبقى انا بدوس برضه على الشيفت بزود سيلكشن على السيلكشن اللي كان موجود. تمام كده. يبقى كده شيفت بتعمل ايه؟ شيفت زرار شيفت من الكيبورد. تمام. يعمل ايه لو انا كنت عامل سيلكت الفيتشر وعملت شيفت وعملت عليه سيلكت مره ثانيه، يبقى انا كده قصدي ان انا اعمل له ان سيلكت. طب لو هو مش سيلكشن يبقى انا قصدي ان انا اعمل له اضافه للسيلكشن اللي موجود. ممكن كلنا نجرب الحته دي برضه عشان دي مهمه، موضوع الشيفت ده ازاي بتعامل في يعني مع السيلكشن باستخدام الشيفت دي برضو مهم. طيب انت بتقول البرنامج بيختارهم كلهم، يبقى هم اكيد في ما بينهم اوفرلاب. يعني الموضوع ده بيظهر لما يكون فيه اوفرلاب، يعني مثلا ده وده اوفرلاب مع بعض، فلما بعمل كده بنسبة كبيرة هو بيفتكر ان انا يعني بعمل الاتنين سيلكشن مش واحد بس. طب الحل ايه؟ ان انا برضه بالشيفت سيلكت واحد منهم. يعني 5 دقايق وهننهي المحاضرة، فلو حد عنده أسئلة يا يكتب يا إما يعني لو الباشمهندس سمح له بس يقول صوت. أوكي. لو الأسئلة تخلص بالكتابة ما يعني مفيش مشكلة، بس قدامنا 5 دقايق بس.
اي حد يا جماعه عايز يسال اي سؤال يتفضل يعمل ريز هاند او يكتب في الشات. معلش في نقطة بس قبل ما ننهي المحاضرة، حتة مهمة جدا. كل اللي احنا عملناه ده كله عشان نعمله سيف، لازم نعمل سيف اديتنج، تمام؟ سيف اديتس لازم نعمل دي قبل ما نقفل البرنامج. لو ما عملناش سيف اديت، كل الرسم والاديتنج اللي احنا عملناه ده كله مش هيحفظ على الداتابيز، تمام؟ يبقى انا زي ما بقى عملنا ستارت اديتنج عشان نقدر نعمل الكلام ده عشان نحتفظ بيه، لازم نعمل سيف اديتس، تمام؟ اللي مش هيعمل سيف اديت هيفتح البرنامج مش هيلاقي كل اللي رسمه على الداتابيز. اوكي كده، الحته دي مهمه جدا. لو في أي سؤال يا جماعة ممكن تعمل ريز هاند أو تكتب السؤال في الشات. خلاص يا باشمهندس، ممكن نقفل المحاضرة على كده؟ وكده مفيش أي أسئلة لا في الشات ولا ثانية. هو في باشمهندس أحمد اتفضل يا فندم. باشمهندس أحمد ممكن حضرتك تضغط على المايك هيفتح. تقريبا وتقريبا الباشمهندس احمد سؤاله اللي هو ما هو انا يعني انا مش فاهمه قصده بالكتابه انا يعني. فتحت له الصوت والله هو اللي ما بيتكلمش. باشمهندس احمد انت معانا؟ طب في اي حد يا جماعه عنده اي سؤال؟ في باشمهندس احمد بكر بيقول ايه افضل طريقة لادخال نقط في الارك ماب. من جي بي اس لماب، تمام. طيب بص، هو انا ده ممكن يعني ابعت فيديو انا كنت عامله على اليوتيوب درس بخصوص الموضوع ده بالكامل، يعني يا ممكن يا اما تدخل عندي على القناه اليوتيوب بس تسيرش، يا اما احاول اجيب لك اللينك دلوقتي. ندور له على لينك الفيديو. السلام عليكم.
وعليكم عليكم السلام السلام. ورحمة الله. ماشي، بس باشمهندس يعني ان شاء الله الواحد لما ربنا يكرمه ويشتغل مثلا في شركه، هو الشركه بتجيب له نفس الخريطه دي وهو بيعملها ارجاع جغرافي وكل حاجه، وشرط هو يبني كل البوليفن دي والبيوت دي كلها؟ لا مش شرط طبعا، هو يعني الدارج اللي بيحصل، لان طبعا بيبقى المشروع كبير ومعانا يعني عدد موظفين كتير، ففي الغالب يعني طبعا تقسيمة الشغل دي بتختلف حسب المشروع وحسب الشركة، تمام. بس في الغالب طبعا ان يعني كل تيم بيعمل تاسك معين، يعني في تيم يعمل جيو ريفرنس، تيم مثلا يعمل كواليتي كنترول، تيم يعمل ديجيتايزنج واديتنج وهكذا. وفي الغالب في الغالب الصورة الفضائية بتيجي متعرفة جاهزة، فيعني في الغالب مش هتعمل جي ريفرنس الخريطه الصوره الفضائيه. لكن لو الشغل نوع المشروع او التاسك اللي هتشتغله على سكان ماب، فممكن وارد انك تعمل جي ريفرنس. تمام. مثلا هي لو على صورة فضائية انت هتعمل برضو كريت داتا بيز والكلام ده كله، وتعمل البوليجون والبلو لاين وترسم الكلام ده كله زي ما حضرتك عملت في المحاضرة. لا لا معلش، ممكن تقول تاني؟ مثلا هو الشغل اللي جالك على صورة فضائية زي حضرتك اللي قدامك دي، تمام، هتضطر تعمل كريت داتا بيز، وبعد لا كده مش شرط برضه، لا مش شرط. ممكن يكون طبعا هي كريت الداتابيز ده بيحصل مره واحده، يعني مثلا في الغالب كمان اللي بيعمله مدير المشروع لو هيعمل داتابيز من الاول، هو بيعملها وبيدي نسخ سكيما جاهزه للسكيما دي، يعني الاستراكشر بتاع الداتابيز، بيدي نسخ لكل واحد هيرسم، بحيث ان هو يرسم بس في الداتابيز وبعدين نجمع الشغل للناس كلها. بس وارد برضو ان انت وانت شغال التاسك بتاعك انك تزود لي، فلازم تبقى طبعا بتعرف ازاي تضيف لير، ازاي بتضيف فيلد. تمام. شكرا تمام لك يا باشمهندس، شكرا. بس هو انا بحاول ابعت للاستاذ اللي سأل على الفيديو بتاع ازاي احول نقط من جي بي اس، بس انا برضو مش عارفة اعمل بيست لللينك، مش عارفة ليه بصراحة. يعني بحاول اعمل بيست لللينك، ف انا ممكن ابعت اللينك ده للبشمهندس، هيبقى يعني يدخلكوا المره الجايه، تمام. او انت اعمل سيرش بس عندي السلام عليكم. في فيديو اسمه تحويل ملف اكسل الى طبقه نقاط، اوكي، على القناه اليوتيوب بتاعتي. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. يا مهندس، عليكم السلام. يا أخي ألف شكر على المحاضرة القيمة والمعلومات المفيدة. أنا سؤالي كان يا باشمهندس بالنسبة للتيف فايل أو أي ساتلايت ما بنى بضيفه في الجي أي إس، لو ما واضح عندنا في اكزيستنج رود، صحيح؟ هل في طريقة في الجي أي إس أنا بقدر أعمل يعني أوتوماتيك جنريشن للاكزيستنج رود الواضحة معي في الساتلايت ماب دي ولا لا؟ انت قصدك ان انا الروتس اللي في الصوره دي عاملاها ديجيتايزنج اوتوماتيك يعني؟ بالظبط كده، بدل ما امشي اعمل تريشنج وارسم خطوط فوق ليها، فاذا في طريقه انا اقدر اعمل ليها يعني اوتوماتيك هو جنريشن. في طريقه، بس مش طريقه فعاله، وخصوصا في حاله الساتلايت ايمج، يعني هي مش تنفع في الساتلايت ايمج. هي ممكن عندنا حاجه اسمها ارك سكان، ممكن يبتدي يعني بناء ان انا يبقى عندي صوره بس احولها الاول ابيض واسود، هي تنفع مع السكان ماب، مش تنفع مع الساتلايت ايمج، اوكي، بحيث البيكسلز اللي بتعبر مثلا عن الخط اللي انا عايز امشي عليه تبقى ظاهره باللون الاسود، وبقيه البيكسلز التانية تبقى ظاهره بالابيض. فهو من فكره برنامج الارك سكان او يعني التول بتاعت الارك سكان تقدر تعمل ديتكت للبيكسلز اللي باللون الاسود. فطبعا ده مش وارد، يعني مش وارد ان انا الصوره تبقى عندي جودتها كويسه، بحيث ان لان طبعا بيبقى في مشاكل في الصوره السكان ماب، يعني مش شرط ايوه تبقى جودتها عاليه، فطبعا التول دي مش تبقى فعاله في معظم الحالات، يعني هي نادرا نادرا لما اقدر تنجز معايا في الشغل. لكن ده طبعا بيتوقف على جوده الصوره، هو جوده الصوره هي العامل الوحيد اللي بيتحكم في الموضوع ده. طيب، بس ممكن لو سمحتي في محاضرة قادمة يعني نعمل مثال أو تطبيق على الحاجة دي. طيب حاضر. هو بص، انا ممكن قريب على قناة اليوتيوب ممكن اعمل فيديو للارك سكان، يعني ممكن يعني عشان الحتة دي ادفانسد شوية، فبس بدل ما يعني ندخل في موضوع متقدم عن اللي احنا بنقوله، انا ممكن اخليها دي فيديو في اليوتيوب، بس حضرتك تابعني على القناة. تمام، حاضر.
تمام، متشكر متشكر يا باشمهندس. العافية يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم العافية، جهودك مقدرة دكتورة الله فوزية. يكرمك، الله يكرمك يا فندم. الله يسلمك يا رب. دكتورة منصد فوزية، حبيت أسأل يعني سؤال هيك عام، إيش الفرق بين الأرك ماب والأرك جي أي أس برو؟ تمام، بص، هو الاول السؤال بقى مش الارك ماب والارك جي اس برو، هو المفروض ايه الفرق بين الارك جي اس والارك جي اس برو؟ ايوه تمام. نعم الارك بالظبط. جي اس بقى هو ده اسم السوفت وير اللي احنا بنتعامل بيه، بس الارك ماب انترفيس من السوفت وير ده، يعني البرنامج نفسه اسمه ارك جي اس، ومنه في ارك ماب وفي ارك كاتالوج وارك تول بوكس زي ما احنا اتفقنا قبل كده. تمام. طيب، طبعا. اما برنامج الارك جي اس برو ده الفيرجن الاحدث، التعديل الجديد بتاع برنامج الارك جي اس، يعني شركه ازري هي اللي انتجت برنامج الارك جي اس، ارك جي اس بس الفيرجن الجديد بتاعها، بدل ما احنا اخر فيرجن توقفنا عنده في الارك جي اس بس 10 8، فبدل ما تنتج 10 9، لا انتجت حاجه تانية، سوفت وير تاني اسمه ارك جي اس برو، كان ده الفيرجن الجديد بتاع الارك جي اس، بس شكل الانترفيس اختلف تماما تماما عن اللي احنا فاتحينه دلوقتي. طبعا كونسبت الجي اس واحد، والكونسبت بتاع السوفت وير واحد، يعني معظم الطول بنفس، بس شكل واجهه البرنامج اختلفت وطوروا فيه شويه حاجات. تمام. يعني مهندسة فوزية، الآن يعني الارك جي اس برو يغني عن الارك جي اس. بالظبط، كأنك الفيرجن الحديث بتاع الارك جي اس. بالظبط. اها تمام. اشكرك جزيلا دكتورة، شكرا. العافية فن. الله يسلمك. هو تمام. تقريبا لو في اتفضل. سؤال بيقول لو المساح رفع المنطقة واترسمت على الكاد، فهل في طريقة لتعريفها؟ أنا أظن إن حضرتك قلت في فيديو أو حاجة في القناة لتعريف الحاجة دي، صح؟ لا، هو السؤال الاولاني كان يقصد ان احنا لو رفعنا نقط بالجي بي اس هنوقعها ازاي على برنامج الارك جي اس، ده في الفيديو هو بس لو عمل، يعني لو فتح القناة عندي هيلاقي في فيديو اسمه تحويل ملف اكسل الى طبقة نقاط. تمام، ده اجابة السؤال الاولاني. السؤال ده الباشمهندس يقصد بيه ان هو رسم شغل بس باستخدام برنامج الاوتوكاد، اوكي، هيقدر يدخله على الارك جي اس؟ هيقدر، ولو هو متعرف في الاوتوكاد، يعني لو عرفنا الكورنيت سيستم بتاعه ايه وظبطنا الداتا فريم على الكورنيت سيستم ده، لا الرسم بنفس تفاصيله هينزل معانا على الارك ماب عادي وهنكمل شغل عليه، بس طبعا نحول الفورمات من كاد لفورمات جيو داتابيز. هل في كده يا جماعة أي حد عنده أي سؤال؟ هو في سؤال بيقول لو احنا بنرسم بلان وبعمل تحديد لأكتر من نقطة باستخدام اختصار زي حرف السي، هل ده سؤال؟ مش فاهم حاجة. أنا ما فهمتش برضو. هو المشكلة في الكتابة لا، هو حرف السي بيعمل بان، مش طب هو ممكن يعمل ريز هاند واحنا نفتح له الصوت.